السلام عليكم، معكم ريان شديد، واليوم جايب لكم ردة فعل ونبغى نكشف الحقائق والأشياء اللي كانوا مخبيها أبو فلة في مسابقة أسوأ رمضان. فأنتوا تحطوا لايك واشتراك ويلا بنبدأ. السلام عليكم، كيف الحال يا جماعة؟ في شهر رمضان الكريم، شهر الخير وشهر الطاعة، الله يتقبل طاعتكم. بدأنا في أسوأ برنامج رمضان مع الشباب الطيبين. السلام عليكم. أخونا ريان. السلام عليكم، معكم ريان شديد، أنا يوتيوبر وصانع محتوى وكيان. أنا والله بس كده. لا 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 شباب، دقيقة، انا سويت مرتين، سويت مقدمتين، اختار حسن، اختار اسوأ واحدة. يقطع ام القهر. اسمي محمد أوكي. علي من المغرب. هذا محمد علي، راح تشوف ايش صار. اتوقع اللي شاف المقطع راح يفهم ايش صار. خلينا نكمل. انا وقفت فاضل، صانع محتوى و السلام عليكم. يوسف حسان. بس خمس. السلام عليكم، معكم يوسف احمد من اليمن. انا اسمي عمرو صفوت. انا ركان من الاردن. انا محمود مصري. تنسوش تدعوا لاخواتنا في فلسطين والسودان. لا 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 لا. انا احمد زكي. لا تنسوا تدعوا لاخواننا في فلسطين من مصر وفاصل الصمت ان شاء الله. انا عصام اديتور وعندي شنب. لا كيك كيك كيك. انا بقول اول سؤال. استنى، سؤال بصير استخدم جوجل بالاسئله. سؤال جميل والله، سؤال جميل. اول شيء شكرا عبد العزيز على انك ذكرت الموضوع هذا. كلكم ترفعون يديكم بهالطريقه. ايوه. بسال ثلاثه اسئله لازم تجاوبون فيها، علشان تجاوبون راح تكتبون بالورقه. كيف راح الورقه؟ هذا القلم، لازم الورقه والقلم باينين بالكاميرا. السؤال الاول راح يتم اقصاء فيه شخص اللي هو اكثر واحد جايب اخطاء بالثلاثه اسئله هذه. الراوند الاول يا جماعه، بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الاول، متى نزل اول مقطع في قناتنا اللي هي قناة أبو فلة؟ أيوم ولا بالضبط التاريخ والشهر؟ تمام، هذا السؤال الأول. انت السؤال الثاني. أيوة روح. شخصية أبو فلاح بأي سلسلة طلع؟ هذا السؤال كنت حغلط فيه، والله كنت حغلط فيه. الحين بتشوف إيش سويت. سيد مالك، هل تسمعني؟ السؤال الثالث والأخير، شنو المشروع الخيري اللي سويناه مع بعض بالخمسة مليون؟ أول ما عدنا ثلاثة كلكم تلفون الكاب. واحد اثنين ثلاثة لفوا. بس خلكم ثابتين، لا حد يتحرك. خلكم ثابتين. عبد العزيز فاضل. 2016 شهر 5. ريان لو سمحت زوم. شو الخط هذا يا رجال؟ يا شباب لو سمحتوا خطي، لا حد يغلط عليه. الله يعين. ان شاء الله انا واخواني اللي خطهم تعبان. تعرفوا معاناتنا. يا عصام تعال، شنو هالشخبط الخبيط هذا؟ شنو؟ اول واحده عشان بس الخط مقلوب، بس عشان كذا. اول واحده 2017 شهر 7. ثاني واحده جي تي اي، بس معلش عشان انا كنت حذفت فمسحت جزء منها. بس والله جي تي اي يلا. مسحت؟ لا انا لما قلت لك عامل حلين كان فورتنايت. هذا كان غشاش، هذا اكبر غشاش. لا تمسح، انا ما قلت لك لا تمسح. هو كاتب حلين. محمد علي، محمد علي اذا قاعد تتابع المقطع انا اسف. الحين بتعرف ليش، تابع المقطع الاخير عشان تفهم كل شيء. دقيقه بس بسالك سؤال، شو اللي خلاك تمسح فورتنايت وتخلي جي تي اي؟ اول حاجه انا قلت لك عامل حلين، هقول لك بكل صدق وامانه، انا مش بكذب يعني. لا بصراحه بصراحه بصراحه، انا لما جيت لفيت عامل حلين، لقيتهم كلهم بصراحه عاملينها جي تي اي، فانا رحت. بس الراجل قال الصراحه. بصراحة لا شباب دقيقة، والله حبيت الصراحة، كفو عليك، والله حبيت ما في لا لف ولا دوران. 1 hour later بقول الأسامي الناس اللي طلعت. عبد العزيز، ريان، يوسف أحمد، أندرو، محمد علي، محمود، أنتوا كلكم للأسف تغلتوا للجولة اللي بعد. أيوه. طيب والله انه لما قلت كذا حسبت اني طلعت، بس والله مقلبنا. طيب الان ثلاثة عندنا جايبين نقطة، يوسف جالكسي، عصام، احمد. انا صراحة ما اقدر اطلع الثلاثة، لهذا راح نسوي لعبة بسيطة بينكم انتوا الثلاثة في مجال للعودة. ابيكم تسجلون رقم، اي رقم في بالك سجلوه، كل واحد فيكم يسجل رقم. يوسف، عصام، احمد، وين تبوني ابتدي؟ لو اني ببتدي في واحد من بينكم، اختارون ابتدي وين؟ عصام. عصام
عصام تبيني ابتدي من عندك؟ لا احمد زكي وين تبيني ابتدي، عندك ولا عند احد ثاني؟ خلاص يا عم ابتدي من عند انا كده يا حبيبي. طيب بس خلاص احمد زكي من عنده يقول ابتدي من عندي. طيب الان بفهمكم ليش سالتكم السؤال هذا، لفوا الاوراق. طيب احمد زكي اخذ رقم 8، عصام 10، يوسف كم الرقم؟ 1. مجموع الثلاثه ارقام الناتج 19. 19 راح ابتدي من عندك يا احمد، بعد الشخص اللي راح يجي على الرقم 19 راح يطلع، راح ابتدي الان. احمد 1، عصام 2، يوسف 3، 4، 8، 13، 16، احمد 17، عصام 18. في 19 احمد، احمد جاء عليك رقم 19، هذا يعني انت راح تطلع. مش فرق معي، اهم حاجه ان انا في احد قال له يبدا شباب، في احد قال له يقول انا يتبرع يقول حطه من عندي، الله يسامحك يعطيك العافيه و... اي هظهر في الفيديو قابلتك وبس كده، ده عندي بالدنيا ما فيها، انا مش فارق معايا يا الحمد الله لله. يا الله احمد اقسم بالله انك روحك جميله وكلامك جميل وصدرك رحب يا اخي، الله يسعدك، شكرا لك يا احمد على وجودك حبيبي يا حبيبي، ويلا طلع برا. ها طلع برا. اوكي يا جماعه جاهزين للمرحله الثانيه، الراوند الثاني بنفس طريقه الراوند الاول، اعطيكم ثلاث اسئله عن كره القدم. يا الله هذا كان حلو. اصلا لو سمعت لو سمعت لو سمعت عندك مناقشات بعد بعض بعد التحدي. السؤال الاول يقول من فاز بكاس العالم سنه 2022؟ السؤال الثاني اللاعب الكبير المخضرم حسن سليمان الملقب بابو فله في مباراة إحياء الأمل كيف سجل هدفه؟ تسجيلة الهدف كيف؟ اسمعوا أبغاكم تجاوبوا معانا في الأسئلة، أي سؤال يسألوا حسن أبغاكم تكتبوا في الكومنتات فنشوف مين صح من غلط. فخلينا كانت راسية ركنية مدري شو الله أعلم. السؤال الثالث يقول اللاعب جون ياكس موردريك لعب في أي نادي؟ من أي دولة؟ أي دولة؟ طيب يرحمه مقول من أي دولة؟ السؤال الرابع السؤال يقول من هو اللاعب الأفضل كريستيانو ولا ميسي؟ بعد لي 10 مجالكم الوحيد، بعدها لازم تخلصون اجوبتكم لاني بعدها راح اعد لي 3 تطلعون اجوبتكم. 1 2 3 4 10 بس خلاص خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم نبتدي مع اول واحد. محمد علي يقول ارجنتين ضربة جزاء ميسي. اوكي يوسف احمد ارجنتين. ها شو مكتب الثاني؟ بلنتي تشيلسي ميسي عمك. A few moments later. النقاط كالآتي: محمد علي 3 نقاط، يوسف 3 نقاط، أندرو 3 نقاط، عبد العزيز 3 نقاط، ريان 3 نقاط، الله يسعدكم، 3 نقاط. أرجوكم أعطوني ميوت، كل اللي ذكرت أساميهم يعطوني ميوت، الاثنين ما ذكرت أساميهم. عندنا راكان وعندنا ركان. ركان يا كاميرا مان ايش بتسوي؟ كيف جاوبت غلط؟ شوف ركان ايش مجاوب. محمود فلازم نلعب لعبه واللي يخسر يطلع. لعبه كالآتي: اول واحد يجيب لي ملعقه في هالدقيقه راح يكون متاهل. لا 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 او بابا او بابا بري بري بابا او باقي ملعقه مصري مصري ده مصري فر محمود جاك اول شوف فاز هنا لا 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 اثنين مع بعض اسمعوا ابغاكم تكتبوا في الكومنتات اي واحد فاز اوكي لان انتوا الاثنين جيتوا مع بعض راح نعيد مره ثانيه اللي ابي وهو سجادة الصلاة اثنين نفس الوقت ايش هذا ايش هذا شباب ايش هذا نفس الوقت جبت لا 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 انا اسرع دي كانت تحت دي كانت تحتي انا اسرع معلش يعني بعد شنو هذا فوزنا احنا الاثنين طيب والله الثالثه ثابته والله اذا جبتوها مع بعض بعد الثالثه خلاص انتوا الاثنين تتاهلون اول واحد يجيب لي في قبون دقيقه فاكهه الفراوله شوف ركان دقيقه ما عندي فراوله ما عندي شيك ممكن في الباب اللي جنبك يمكن تاكد لا لا عارف طيب انت يا ربك اسمع طيب ادعي ربك ان محمد يرجع معك تبغى اروح ادور مش حلقه بس جاء طب اعطينا فاكهه ثانيه ما ابشركم يا جماعه في اول حلقه لأسوأ برنامج رمضاني عندنا راعي رسمي في حلقتنا هذه اللي هم برنامج توب ليفل فالتحدي بكل بساطة عندكم بالضبط دقيقة آخر واحد يحمل اللعبة بجواله هو راح يطلع يتم إخصاره يما التحدي لخمني توب 11 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 توب 11
انا بقى عشان انا تليفوني قديم فبيقول لي مش بيدعم اي او اس كذا، فمش عارف انا لو كنت كده كنت نزلتها من زمان. طب دي انا ظرف عندي، طب انا اعمل ايه؟ اروح اشتري تليفون؟ اسمع هذه نفس حقه الفراوله، يلا القم حسن. لا ما لا لا دي بجد دي بجد. 1 اور ليتر. بصراحه عشان نكون حقانيين، الدقيقه الوحيد او الاثنين الوحيدين اللي حملوا اللعبه في دقيقه عبد العزيز فاضل وريان، الباقيين كلهم اخذوا فوق الدقيقه، والى الان في اثنين اللي هو السلطان وعصام. بسوي تحدي بينكم عشان كذا، بسوي تحدي بينكم عصام واحد بشيء، بسوي تحدي بينكم. التحدي كالاتي: اول واحد راح يعطيني 10 ضغطات سريعه صحيحه هو الفائز، بعدنا ثلاثه تبدو، بعدنا ثلاثه. شباب يا ريت هذا خسر. والله محمد داعس ما شاء الله تبارك سلطان خسر. سلطان مكمل. شباب يا ريت سلطان خسر هنا، شوفوا ليش. والله ما يخسر، والله ما يخسر ما شاء الله. لا والله ابدا. لا سلطان فاز معنا. عصام شو رسالتك للناس؟ اول شيء تشرفنا فيك وتواجدك، استمتعنا معك. ما فيش تكافؤ فرص. هو هذا البشر، هو هذا البشر. بشر ما في تكافؤ فرص البشر. طب يعني الحمد لله. تحدي المرحلة الرابعة بكل بساطة كالآتي: أفر العجلة. يا لازم إنك تسوي، عندك دقيقة. أكره تحدي موجود في الجيم. إذا ما سويته طلعت برا، كل شيء بدقيقة. ما نبي وقت بسرعة، ما ماني ناطر. أنا حاجة الثالث، مالي صلاح ثالث. لا شايفين الصورة كيف لك جاية؟ أنت عبد العزيز أول واحد على يميني. أنت هذا. ليش؟ بسم الله نبتدي نلف، 1 2 3. والله انه محظوظ عبد العزيز، يا الله القهر. عندك دقيقة، اجعل احد افراد عائلتك ينضم اليك امام الكاميرا، عليهم البقاء لبقية الفيديو، فاذا قادروا يتم استبعادك. اسمع في شيء، الشغال تحتسب من العائلة، صارت معانا والله. صح تحتسب عادي، تحتسب را 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 تحتسب را. والله لو تبوها افا يا جماعة، تتوقعون راح يجي؟ وين؟ اجل. اهلا سلمى، السلام عليك. شغالة تحتسب. سلم يا سيهاي. اول ما تكون باينة في الكاميرا خلاص اقصى. للاسف التحدي يقول هذا الكلام. يا الله. شباب تعرفوا ان انا الحين ماني عارف مين فاز، ما ادري مين فاز، بكمل المقطع اشوف. اسمع. اصبر. هذا كرسي. اقعد فيه. هاي انتبه، قاعد تطلع من زاويه الكاميرا، انتبه. هاي موجوده. يوسف احمد. يا الله يا رحمن. الشخص التالي يعطيك تحدي عليك القيام به. محمد علي هو الشخص التالي. انت تحدد الاختيار، انت تحدد التحدي ليوسف احمد. راح اعطيه تحدي سهل. تحدي انا اسف محمد علي، انا اسف. انه يسوي بلانك دقيقه. اوه سهله، والله سهله. طيب يوسف احمد. ايوه كبير. يلا 1 2 3 روح. انت تستطيع، شرفتنا بتواجدك هنا معانا في هذه المسابقه. اريهم يا اخي ايزي، شوف اللياقه حبيبي، والله سهل. A few moments later. 59 دقيقه مبروك. تمرين اسهل من حنيت عليه. التمرين اسهل من حياتي. طيب يوسف نعطيك 5 دقائق، اذا سويتها تتاهل المرحله القادمه اللي بعدها. مدس شويه. لا 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 صعبه. لا لا اخذ او لا، ما تخاطر. اخذ او لا، 5 دقائق تبي ولا لا؟ بسرعه قول لي. وافق بيبي. يا ريتك ما وافقت. روح حف يلا ليتس جو. اوكي روح ها انا رحت. بسم الله روح. ايوه ارفع اكثر فوق. ايوه خليك طبيعي. ايوه الحوض اوكي. انت تستطيع. قول لنا شنو الشعور اللي قاعد تحس فيه؟ قاعد ارتجف. شو ترتجف حبيبي؟ اول 30 ثانيه دقيقة و20 ثانية باقي لك. يا عفو يا شباب. يا إلهي صعبة والله صعبة. لا تقدر 3 دقايق ونص ولا شيء. يوسف ارفع رجولك. يوسف ارفع شوية. ايوه يوسف بإذن الله تسوي لها. ظل لك دقيقتين. هو قال 5 دقايق. ارفع شوية يوسف، ارفع يا يوسف. ليش يا يوسف؟
باقي 40 باقي باقي 50 ثانيه 45 لا 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 حسن ما يقدر خلاص ما يقدر ما يقدر خلاص 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 وقف 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 يوسف وقف يوسف وقف 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 يوسف خلاص صفقه 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 اوه يوسف والله ما قصر والله يعني اخ يا يوسف اه ريح 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 يوسف لا تقوم لا تشيل ضهرك لا تشيل ضهرك ريح ريح ايوه ريح 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 استفاد انه نقص وزن يوسف شنو رسالتك للناس يعني انا خسرت خسرت بس ب خسرت بشرف وجدان بشرف ايوه بشرف ايوه يا يوسف والله والله مره بدعت باقي 30 ثانيه ايش اسوي ممكن لو 30 ثانيه دي تحملتها انكسرت رجلك ما تدري والله انا ادي هذا عشان تحس ان الحمد لله يعني تقول يوسف شنو رسالتك الاخيره للناس انا قلت التوفيق للجميع الطرد يا اخي والله جاهزين اول يقول كيك هذا والله كان يستاهل بسم الله نبتدي بتقول شيء قبل لا نضغط لا ابدا لا شوف ايش راح يصير اوكي الله نفس التحدي نفس التحدي نفس التحدي لو سمحت ريان الشخص التالي هو انت ريان ريان المايك عندك ريان. لو سمحت محمد لو سمحت ميوت لو سمحت محمد لا ايوه اسمع انا بعطيكم تحليلات اوكي يا ابوي لا تكثر كلام لا تكثر كلام عطنا التحدي اسمع مو هو قبل شوي سوى 5 دقائق بلانك خليه 10 دقائق حبيبي هذا تحدي مستحيل هذا حبيبي ايش ايش بدنا حاجه منطقيه بدنا حاجه منطقيه شباب اقول لكم ليش اكيد في كثير ناس كرهوني هنا شباب والله ما كان قصدي شيء بس هو من اول جيم قاعد يفوز كنت ابغى اطلع عشان افوز انا شباب 10000 درهم الجائزه كده لو سمحت ريان هذا هذا تحدي حقك ايوه يعني عادي اتحدى هذا التحدي عادي اي تحدي ببالك كيف خلاص اسمع شباب الحق على حسن وهو قال لي عادي انا ما ادخل اوكي 10 دقائق بلانك هو مو ممكن هو تحدي منطقي لا القواعد ممكن اقول لك التحدي طير يلا طير مو ممكن لا 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 حبيبي عطوا ميوت بساعدك عطوا ميوت تبي تغير ولا تبي تكمل تبغى تساعده انت كنت ابغاه يشرب لترين مويه ب 60 ثانيه لا ممكن تجيب له تسمم مايه ممكن تجيب له تسمم لترين ما تجيب تسمم لترين ما تجيب والله يا شباب هنا ساعدته كان في اتفاق بيني وبين حسن بس طار من الاديت خلينا نقول لكم ايش اتفاق كنت اقول له خلي المتابعين يشتركوا في قناتي اوكي عشان نوصل 100,000 لان المقطع الجاي راح يكون عمل خيري بس طيرها الاديتر اخس اسمع ما ادري انت فين عايش ما ادري الجو اللي عايش فيه بس انت يا حبيبي اذا شربت لترين ميه اذا شربت لترين ميه 60 ثانيه اسمع أيوه. اذا شربت لترين ميه 60 ثانيه راح ابعث لك $50 وراح اخرج لا انا ما ابغى شيء حبيبي تحدي مش ممكن كيف 60 ثانيه تشرب لترين انت يا محمد ما انت بتسوي ولا تحدي يا محمد صلي على النبي اشرب لترين مويه 60 ثانيه يلا حبيبي سلام يلا سلام اوكي يلا سلام يا محمد علي انا اسف بقعد طب والله كانت سهله يا شباب والله حرام شوف ايش راح يصير الحين اوكي الدنيا دوار والله مره عصب بس باحترام بزياده مبسوط لا ننتقل منه ننتقل لي الشخص يا ريت ما دخل لا 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 مو انت يا اندرو لا 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 دوري الشخص الذي جاهز رياض انا جاهز بسم الله اوف لو يطلع الشخص التالي يحدد عقابك ويطلع اندرو هو اللي راح يحدد ويعطيك 10 دقائق بلانك على فكرة بدلو تحدي بلانك 7 دقايق ونص روح شباب نبغى نقول شوف انا خسران روح يا ابني روح A few moments later ارجع ورا الريال لف يمين امشي بدون ما تقوم لف جيجي شاب والله انه اصعب تحدي في العالم يا ريت لي ما تحديتك يا محمد علي انا اسف يا سلطان انت والله لا اوريك ما يسكرك بتين خلاص صوت اربع كيك عطوه كيك يا جماعه عطيكم كيك اوكي على طول والله طيب نتقول الحين انا ما كنت موجود فهذه اول مره اتابعها معاكم تمام فخلينا نشوف ايش مين راح يفوز الصراحه وكيف خسروا الشباب كيك اول ما تقول كيك مستعدين اول ما تقول كيك الادمن يضرب ولا يبالي اندرو جاهز بسم الله يا رب اندرو يخسر استغفر الله
لم يعد بامكانك التحدث لبقيه الفيديو، اذا فعلت فذلك فانت مطرود. اندرو كيف حالك؟ اندرو اندرو انت فهمت اندرو؟ تحدث معنا اذا فهمت اندرو. هذا ما ادري انت الكلام مكتوب شنو انت فاهم؟ السبكتيتر تكلم وياه يا اخي عزيز ما ادري فهموه ما ادري شنو. والله سمعت صوته، والله سمعت ما ادري هذا يعتبر كلام؟ طلع طلع صوت؟ والله سمعت كذا سمعت تفل. انا ما سمعتش اي حاجه. انا سمعت والله. والله خايف من هذا بس اللي سمعه غير. تكلم انا سمعت تكلم. انا سمعت تكلم يا جدعان. انا بتكلم. ماشي عشان عايز افهم عشان ابدا فيه. يا اندرو طلعتني ومد طلعني وطلع زي كذا فاهم قصدي؟ لا 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 اول ما جيك تحدي ما طب خليني اشكك سلطان. اوه ماي جاد انت معايا؟ انا اوه ماي جاد احنا نبتدي بيه. عيني شو كيف طلع؟ ليش طلعت؟ والله والله اسرع اقصاء شفته الان اسرع اقصاء. اندرو مكتوب لم يعد بامكانك التحدث لبقيه الفيديو فاذا فعلت ذلك فانت مطرود. اوه ماي جاد انا اول ما قريت كنت قلت لك عشان عايز طلعت. والله اندرو حزنت عليه والله والله حسبته فاهم. حبيبي يا يوسف انت ركز معانا تبي تقول شيء يلا ابتدي بسرعه بسرعه. الله الله حبيت السرعه. العجله ماذا ستقول للعجله يا الهي؟ اشترك يا ابو فلاح. اشترك يا ابو فلاح. مشترك من زمان انا عامل مو لك انت يا محمود تعمل التحدي السهل زمان افرجيك هسه والله يا ريت طلع لي التحدي هذا افرجيني هسه افرجيني هسه مش على الجوال ويقدر يشترك. مرحبا ها اشترك. لا لا بس قرب محمود تبي تقول شيء قبل لا اضغط؟ عايز اقول ان انا لو طلعت فانا راضي قدر ربنا وانا مبسوط برضه ان انا طلعت مع حضرتك في الفيديو ويسمي الله ولف العجله. قول بسم الله نشوف شو التحدي اللي هيطلع ان شاء الله تكمل معانا واذا ما كملت فاستمتعنا. انا ما اعرف ولا شيء. يجب عليك ارتداء شو؟ يجب عليك ارتداء 10 قمصان في نفس الوقت. ثانيه 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 عشان بس افهم قمصان اللي هو زي ده سويت شيرت تيشيرت ولا تيشيرتات نص كم عليه؟ لا 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 نص كم. اروح اجيب واجي دقيقه كامله. روح يا وحش بالله عليك لا تخسر. A few moments later. اوكي 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 اوكي. اوه هذا جاء محمود. اسمعني اسمعني لا لبسه ده يتحسب؟ اشوف يا نعم يتحسب. اعطينا او انت تستطيع اعطينا روح. يلا العى 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 العى. ايوه لما تجيب العيد ايوه عشان امشي الليل. عرفت كفو اثنين تحدي سهل تحدي سهل. ابو فلا ابو فلا حلقك حلقك تنفس رقبتك صرنا ما اشوفها الرقبه وينها مش قادر بدك تنفس. علي المروحه علي المروحه شباب عبد العزيز من اول المقطع والشغاله جالسه جنبه. امشي انت ما قاعد عزيز. علي علي روح علي المروحه علي 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 يا رجل علي المكيف شغل كل شيء. طيب التحدي الاخير الفايز هو اول شخص يجيب الاغراض الاتيه. لا والله ما اقدر المطبخ والله بعيد عني مره 40 50 ثانيه. لا 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 الموضوع مو بسرعه لا تخاف. اسمعوني 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 قبل لا تمشون تركضون لازم تركزون بالاغراض لان الموضوع مو اول واحد راح يفوز لان الموضوع يبيله توفر اكثر من غرض وذكاء. ابيكم تجيبوا لي اول واحد يجيب الاغراض هذه ويطلع لي اياها كلها قدامه راح يفوز. واحد ملعقة، اثنين عملة معدنية، ثلاثة جرابين بلونين مختلف، أربعة حجر حجر من أي مكان ما لي دخل أبي أشوف حجر زين، خمسة جيب لي أي شيء أكبر من حجم وجهك. قول واحد اثنين ثلاثة انطلقوا يا جماعة. أوبا بابا أوبا بابا أوبا وولا عزيزي روح عزيزي انطلق عزيزي انطلق. أوه هلا يوسف أنت أخو يوسف كيف الحال؟ الحمد لله. شنو شعورك الكل رايح يركض الشغالة قاعدة تصور هلا والله. One hour later ملعقة وبلعقة وكورة أكبر من وجهي وهي عمل معدنية باقي الحجر يا أخي. لا وريني إياهم وريني إياهم وريني إياهم وريني إياهم ما قاعد أشوف. طيب هذه الملعقة حلو شو بعد؟ هاي أكبر من وجهي. أوكي هذه أكبر من وجهك أوكي هذه الملعقة. طيب المفاتيح إيش المعدني؟ عملة 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 تعتبر دائرة عملة. إيش مفاتيح يوسف؟ جابهم محمود فاز عملات فينيش عملات أكبر. طيب نمشي مع محمود. محمود وريني حاجة أكبر من راسي. حاجة وريني راسك دقيقة. كتاب أكبر من راسي بكتير. آه. أوكي أكبر من راسك تمام. حجرة حجرة من الشارع. والله كفو علي والله جاي من الشارع. والله باين حجر الشارع واضح إنه حجر الشارع تمام كفو. قرابين بلونين مختلفين. عملة معدنية. ولك أنت جاي عمل معدنية عمل عملة. ما طلعوا حاطه في كيس. عمل 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 بس ليه ما طلعت من الكيس؟
اهو. لا انا جبتهم. انت اصلا الحرب يعني اقدر اثبت. انت ما تشرط لو ابو فل مثلا قال عمله في ايدي كنت اجيب عمله في ايدي، بس هو قال عمله مثلا ممكن اجيب له عمله جوه. صح صح انا ما قلت الكلام هذا، انا ما قلت كلامك صحيح يوسف. انا اقدر اقول لك يا يوسف اول شيء يعني صراحه انت كنت اخر واحد يا يوسف. وابتسم يا حبيبي، لا تقعد ابتسم معنا يوسف، ابتسم. ايوه تعال وياك احلى تحيه يا وحش. تبي تقول شيء للناس؟ قلت اول واحد اول واحد والله يا اخي المفروض ايش بعدين. بص كمان خله انا كمان في احس اني مظلوم فيها. ليش ليه 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 دقيقه ليه مظلوم ليه مظلوم ليه مظلوم علمني ثاني عن الاشياء. كل شيء مرق بعيد كل شيء. انا نزلت الشارع من الدور الثاني. ايوه ايوه ثاني على قال طلعه واحده. انا لازم انزل وقت وانزل وقت الشارع. ماشي انا نزلت وطلعت دورين ودورين. يا ساده احنا سوينا تحدي جدا قوي. انا عايز اهني عبد العزيز على اللي هو عمله بجد. هو حاول جدا لكن الظروف ما لقيته شويه. احنا يعني ما في فائز وخسران يعني. دام وصلت للنهايه تنيكو تصفق له. بتصفق لمنو؟ لمحمود. وانا اسف وانا اسف لك انت كمان. الله وانا اسف لك ترثيه. يا عزيز انت خسرت. تبي تقول كلمه؟ اشتركوا. الاب من هنا كلام كلام. والبركة انت اول واحد متأهل معانا للنهائي وبالجائزة الكبرى في اسوأ برنامج رمضاني. الناس اللي مثلا ممكن ما ختمتش قرآن الشهر رمضان اللي فات تختمه السنة دي، لان صح. اول حاجة الواحد مش ضامن عمره، ممكن يكون ده اخر رمضان في حياته. اضمنه، اقرأ قرآن، اعمل زكاة، اعمل صدقة بعد رمضان وهكذا. طيب شباب هذه كانت المقطع. ان شاء الله عجبكم ردة فعلي. زي ما قلت لكم في اشياء مره كثير حذفت من المونتاج، فما دام حذفت المونتاج حسب ما يبغاها تطلع فما اقدر اقولها. شباب عندي التصوير الاصلي حق المقطع، تبغوني المقطع الجاي انزله؟ كنت مصور تبغوني انزل المقطع المسابقه بدون كتات واوريكم الاشياء خلف الكواليس؟ إذا تبغوا هذا حطوا لايك اشتراك. شكرا لكم على المشاهدة، إن شاء الله نشوفكم تحديات ثانية.